العالمي يدعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي والأخيرة تصعد عسكريا على الأرض. بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية، المجلس الانتقالي في أبيان يدعو أبناء مودية والمحفد لمساندة سهام الشرق. منظمة الهجرة الدولية تقول إن أكثر من 23 ألف يمني نزحوا داخليا منذ بداية العام الحالي. أهلا بكم مشاهدينا. استشهد طفل في العاشرة من عمره بقصف طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية على تجمعات سكانية جنوب الحديدة. وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي قصفت تجمعات سكانية في منطقة دوباس شمال غرب حيس، ما أسفر عن استشهاد الطفل جواد الشعبي. وأصيب المواطن مختار عبد الله برصاصة قناص لميليشيات الحوثي الإرهابية في ريف حيس. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي أهمية مضاعفة الضغوط الأوروبية والدولية، بما في ذلك خيار العقوبات لدفع الميليشيات الحوثية عن التعاطي أو نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام. وشدد العليمي خلال استقباله رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جابرييل فيناليس على أهمية أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة للميليشيات الحوثية. وأعرب العليمي عن تقديره للدعم الأوروبي الإنساني والإنمائي. هذا ويرى مراقبون عسكريون أن ميليشيات الحوثي وبعد تصعيدها العسكري على أكثر من جبهة تحاول جر القوات الحكومية والقوات الجنوبية إلى مربع الحرب من جديد واستئناف المعارك الحربية بعد شهور من الهدوء الميداني. في وقت ينتظر فيه اليمنيون بارقة أمل بإنهاء الصراع وإحلال السلام في كافة المناطق، وبعد شهور من الهدوء الميداني في مختلف المناطق اليمنية، تحاول ميليشيا الحوثي الانقلابية إعادة البلاد إلى مربع الحرب من جديد. هذا ما يراه مراقبون عسكريون، إذ كانت تحركات الميليشيات الأخيرة بمثابة مؤشرات على محاولاتها بجر القوات الحكومية وقوات المقاومة المختلفة إلى استئناف المعارك الحربية من جديد. وهي معارك لن تكون سهلة بحسب المراقبين، بل أنها ستكون أكثر ضراوة وتسارعا ووقعها أكثر تأثيرا عما مضى، حيث أن الميليشيات لم تخضع لأي فرص سلام تنهي الصراع في اليمن، بل تأبه أن تكون الطرف التخريبي الذي يعيث فساده أينما حل. خبراء عسكريون قالوا إن ميليشيا الحوثي كونت ثروات طائلة مستفيدة من حالة الحرب التي فرضتها على كل البلاد، وتحول قادتها إلى أمراء حرب، في ظل عجزهم عن صرف المرتبات وتوفير الخدمات، بل وأبسط مقومات الحياة للسكان متذرعة بالحرب. وبحسب محللين سياسيين، يبدو أن حالة الهدوء المستمرة في البلاد وتعالي النداءات المطالبة بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين دفعت بالميليشيات إلى فتح جبهة حرب جديدة وكأنها غير معنية بعملية السلام، وترى نفسها طرفا خاسرا إن أنهي الصراع الذي مدها بنفوذ ومناصب وأموال طائلة طيلة السنوات الماضية. وبحسب المراقبين، فإن الميليشيات تواصل التحشيد والتجنيد لصفوفها استعدادا لجولة الصراع التي تعد العدة لاستئنافها، لتبقى الميليشيات آلة حرب وليست آلة سلام. دعت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبيان أبناء مديريتي مودية والمحفد لمساندة القوات الجنوبية بسهام الشرق لتأمين مناطقهم، وذلك تزامنا مع ازدياد العمليات الإرهابية بمودية والمحفد. تزايدت في الآونة الأخيرة العمليات الإرهابية في مديريتي مودية والمحفد، والتي استهدفت القوات الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق لتأمين المحافظة من الجماعات الإرهابية والتخريبية. رسالتي للمقرر بهم من مديريتي مودية والمحفد، هذه المديريات التي تضم فيها قبائل لها تاريخ نضالي في مراحل التاريخ وسفر التاريخ الجنوبي، وسجلت أروع البطولات وخرج منها كوادر وقيادات وطنية كبيرة،
ندعو المقرر بهم في هذه المديريات إلى أن القوات الأمن والجيش المتواجدة في هذه المديريات أتت لكي تساعدهم وتوفر الأمن والسكينة لأبناء مديرية مودي والمحفد. قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين دعت أبناء مديريتي مودية والمحفد للوقوف إلى جانب القوات الجنوبية ومساندتها في تأمين مناطقهم والطرق الرئيسية ومنع الجماعات الإرهابية والتخريبية بالعبث فيها. أرجو على كل ذي عقل وكل ذي بصيرة من أبناء المنطقتين هذه مودية والمحفد أن تكون جهودهم إلى جانب أخوانهم رجال القوات المسلحة والأمن لتثبيت الأمن في المنطقة واجتثاث هذه الآفة الخبيثة التي زرعت في مجتمعاتنا وهي مجتمعات طاردة للإرهاب. عملية سهام الشرق منذ انطلاقها لتأمين أبين حققت انتصارات عدة، أبرزها تأمين مديريات المنطقة الوسطى التي كانت تسرح وتمرح فيها عناصر تنظيم القاعدة، وذلك بعد تأمين أكبر معسكرات التنظيم الإرهابي في وادي عمران والخيالة. كشباب وكمواطنين صغيرا وكبيرا شابا وشايب أنه علينا أنه نحن نرفض مثل هذه الظاهرة السيئة وأن نقول لشبابنا ولجماهيرنا عليكم الانتباه من هذا وعليكم المحاربة وعليكم أن توعوا أسركم وتوعوا كل من تروه من أبناء المنطقة الوسطى لكي يحارب هذا الإرهاب البغيض، الإرهاب الذي أوجع هذه المنطقة الوسطى وأساء إلى سمعتها رغم نضالها ورغم مواقفها، لكن ينبغي أن نلعب دورا فعالا من أجل تحقيق أهدافنا من أجل الاستقرار والمعيشة والكرامة. هذا وبعد تأمين مديريتي لودر والوضيع وأحور ومدينة شقرى الساحلية، تراهن العناصر الإرهابية في مديريتي مودية والمحفد على استعادة نفوذها وتواجدها العسكري بعد خسارة أبرز معاقلها بوادي عمران شرق مديرية مودية ووادي الخيالة بالمحفد، وذلك من خلال تكثيف العمليات الإرهابية بزرع العبوات والمتفجرات ومهاجمة القوات الجنوبية في بعض المواقع العسكرية التي تم تحريرها بعملية سهام الشرق. أشاد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بدور الهيئات المساعدة لهيئة رئاسة المجلس في متابعة ومراقبة مستوى تنفيذ خطط العمل، وأكد الزبيدي خلال اجتماعه برؤساء الهيئات المساعدة أن عمل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي يرتكز بشكل رئيسي على عمل الهيئات المساعدة بما تطلع به من مهام ومسؤوليات كبيرة ودورها الإشرافي وموقعها كحلقة وصل بين هيئة الرئاسة الهيئات المركزية واللجان والمراكز والقطاعات المتخصصة التابعة للمجلس، وأكد على البناء التنظيمي والمهني للهيئات واللجان. أشادت شخصيات اجتماعية وثقافية وإعلامية بمحافظة شبوة بدور حلف أبناء وقبائل شبوة برئاسة الشيخ فارس الخبيلي في إصلاح ذات البين بين القبائل وحلحلة عدد من القضايا القبلية وفي مقدمتها الثأر. كما عبرت هذه الشخصيات عن أسفها من محاولة جماعة الإخوان استنساخ مكون قبلي معاد للجنوب والسلطة المحلية بالمحافظة. تأسس من أجل إصلاح ذات البين، تجمعوا فيه مشايخ أبناء شبوة والشخصيات الاجتماعية والكوادر، وتم اختيار رئيس للحلف ومنظومة كاملة من ضمنها دائرة لجنة إصلاح ذات البين، وتم اختيار الشيخ فارس الخبيلي بالعبيد رئيسا للحلف، وتم افتتاح هذا الحلف وأشهاره في قاعة الثقافة برعاية كريمة من محافظة المحافظة وبإجماع من أبناء المحافظة من ضمنهم الكيان الجنوبي. نتمنى لهم التوفيق والنجاح وأن يوصلوا صوت المحافظة شبوة إلى أعلى المستويات. طبعا نحن معولين عليه شيء واحد، أنه يجمد حتى الثارات القبلية. أن يكون حلف قبائل شبوة برئاسة الأخ فارس الخبيلي أن يكون يحمل تطلعات أبناء المحافظة بشكل عام، وأيضا أن يكون رافدا للقضية الجنوبية بشكل عام ويتبنى سياسة
القضية الجنوبية. نلاحظ في الجانب الآخر أن هناك تبدو تفريخ لمكونات أخرى ضد القضية الجنوبية بشكل عام وضد المجلس الانتقالي أيضا، لكن هذه المكونات لا تزال في مهدها ولن يكون لها أي قبول أو أي حاضنة شعبية لكون أهدافها وإيداتها خارجية ومدعومة من جهات معادية للجنوب وأهله. ندعو كافة الأطراف القبلية مشايخ وأعيان إلى توحد الصف والحل من ظاهرة الثار الذي عانت منها الكثير من الناس ورمنة النساء بسببها أو من ظاهرة الطارف غريم. فندعو إلى المساهمة والتعاون في هذا نبذ الظاهرة هذه لكي تعيش الناس بسلام، ونتمنى أيضا حل حالة كثير من القضايا ومن أهمها قضايا الثار الموجودة في عاصمتنا الحبيبة شبوة، ونأمل أن تكون هناك حلول جذرية لهذا الملف المعقد الذي له الكثير من السنوات. إحنا عارفين أن حلف الأخوان أنه حلف غير شرعي، حلف لا يمثل شبوة ولا يمثل أبنائها. فالحلف الذي الآن بيقوم الآن بقيادة أبناء شبوة الأبطال الذين هم تهمهم مصلحة شبوة قبل ما تهمهم الأمور الثانية مثل الأمور السياسية أو غيرها. انطلقت عملية سحب النفط الخام من سفينة صافر، وهذه الخطوة لاقت ترحيبا وارتياحا واسعا من قبل المجتمع الدولي من بعد ما كانت تشكل كابوسا منذ سنوات وخطر تسرب النفط في البحر الأحمر. بعد وصول السفينة الأممية البديلة نوتيكا مطلع الأسبوع الماضي وبدء مرحلة إنقاذ ناقلة صافر، وبالتالي وضع حد لأخطار تشكل كارثة تلوث في البحر الأحمر كانت على وشك الحدوث بسبب تهالك خزان صافر النفطي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن المنظمة الدولية بدأت عملية نزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة بالعالم، وأضاف في حديثه لوكالة رويترز بأن عملية معقدة تجري الآن وهي الخطوة الحاسمة في تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل. ومن جهتها عبرت الخارجية السعودية عن تطلع المملكة لانتهاء تفريغ الخزان العائم صافر قريبا إلى سفينة نوتيكا بحسب الخطة التشغيلية من الأمم المتحدة، كما قدمت الشكر لقيادة التحالف العربي على ما قدمته من دعم لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ. وأكدت وزارة الخارجية استمرار جهودها بالعمل مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لإنهاء مشكلة الخزان العائم صافر. هذا ورحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان مقتضب ببدء عملية نقل النفط من صافر، وقالت إن هذه أخبار رائعة لليمن والمنطقة والعالم، وهي نتاج تعاون بين الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة وتحدد السبيل للمضي قدما. ويذكر أنه طيلة الأعوام الماضية عرقلت ميليشيات الحوثي صيانة الناقلة قبل التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة في مطلع العام الجاري لتفريغ الوقود من سفينة صافر، ويتوقع أن تستغرق أقل من 3 أسابيع. أظهر تقرير لمنظمة الهجرة الدولية نزوح قرابة 23 ألف يمني داخل البلاد منذ بداية العام الجاري بالتزامن مع تصعيد الميليشيات الحوثية من انتهاكاتها بحق المدنيين. في تقرير جديد لمنظمة الهجرة الدولية أشار فيه إلى نزوح قرابة 23 ألف يمني داخل البلاد منذ بداية العام الجاري بالتزامن مع تصعيد ميليشيات الحوثي انتهاكاتها بحق المدنيين. وقالت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة إنها رصدت ما مجموعه 3805 أسر مؤلفة من 22830 فردا تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل، وذلك خلال الفترة من الأول حتى 22 من يوليو 2023. وبحسب التقرير فإن الأسبوع الماضي وحده تم تسجيل نزوح 61 أسرة تضم 366 فردا في انخفاض بنسبة 26.5% عن الأسبوع الذي سبق. وأوضح التقرير أن نصف حالات النزوح التي وقعت الأسبوع الماضي كانت في محافظة لحج وبعدد 31 أسرة جاءت جميعها من محافظة تعز المحاذية لها،
بينما نزحت 14 أسرة داخل مأرب، ومن محافظة الحديدة نزحت 7 أسر كانت أغلبها داخلية ومن محافظة تعز. ويبلغ عدد النازحين في اليمن منذ بدء الحرب في عام 2014 4.4 مليون شخص، 60% منهم في محافظة مأرب شمالي شرق اليمن، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة للاحتياجات الإنسانية لعام 2023 فإن ما يقرب من 21.6 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية جراء الصراع المستمر منذ أكثر من 8 سنوات. تسلمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عددا من المرافق الحيوية بميناء الوديعة البرية المنفذ الجديد في سياق إجراءات المتابعة للإشراف الكامل للسلطة المحلية على الميناء. وطلع محافظ حضرموت من وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد بصريح إلى سير إجراءات استلام المرافق الحيوية بالمنفذ الجديد، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تفعيل العمل بالميناء البري الرئيس لتحسين الحركة والانسيابية في مرور السيارات والقاطرات للمسافرين والبضائع، إلى جانب تنظيم الجوانب المالية والإدارية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. ورشة عمل في عدن عن آلية مكافحة المخدرات. من جديد أهلا بكم. أقامت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة محافظة عدن ورشة عمل بعنوان إشكالية جرائم المخدرات بين القانون والتطبيق العملي، وذلك لزيادة التنسيق ورفع مستوى العمل وتجاوز الأخطاء في هذا الجانب. برعاية معالي وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس ومدير أمنها مطهر علي ناجي، أقامت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة محافظة عدن ورشة عمل بعنوان إشكالية جرائم المخدرات بين القانون والتطبيق العملي. أنا أتمنى فقط يعني أنه التنسيق بين الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية يجب أن يكون بشكل دوري وبشكل مستمر، يعني لتذليل كثير من الصعوبات أو تذليل كثير من الأشياء الموجودة في الواقع. يعني في تنافر للأسف بعض الحالات، أنا أشوف يعني وكأنه نحن جهة والأخوة في النيابة جهة أخرى، لا يوجد حتى انسجام في بعض الحالات بين وكيل النيابة أو عضو النيابة وبين جهات الضبط القضائي. نحن اليوم عملنا هذه الورشة واستدعينا كافة القضاة أصحاب القرار في الجانب القضائي من أجل الإشكالية التي نعاني نحن في عملنا في مكافحة المخدرات. وكانت ورشتنا هذا اليوم بعنوان إشكالية قضايا جرائم المخدرات بين القانون والتطبيق العملي. تأتي هذه الورشة هي امتداد، طبعا تأتي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات العام 2023، وهذه الورشة هي خاتمة باكورة أنشطة وفعاليات قد سبقت، منها نزول مدارس وإلى اللجان المجتمعية وتوعيتهم. الورشة ضمت عدة أوراق بحثية تناولت إشكالية جرائم المخدرات ودور مأموري الضبط في هذه الجرائم وانتشار المخدرات في البلاد وكيفية الحد منها. حضرنا اليوم لهذه الندوة ممثلين عن معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى حفظه الله ورعاه. طبعا بالنسبة لجرائم المخدرات هي تعتبر من الجرائم العابرة للحدود، هي تعتبر من الجرائم العابرة للحدود التي يتطلب ويستوجب تكاتف الجهود مجتمعة من أجل محاربة هذه الجريمة والحد منها تمهيدا للقضاء عليها، وهذا لن يكون إلا بتفعيل القوانين وبتضاف الجهود كلها مشتركة. وجودنا اليوم في ورشة التي أقيمت تحت رعاية وزارة الداخلية قسم مكافحة المخدرات، الهدف منها تجميع وتوحيد كل الجهود لمكافحة المخدرات التي انتشرت وأصبحت صوب وأصبحت داء
يهدد شبابنا وبناتنا. أصبحت الآن مخدرات خطيرة جدا منتشرة في عدن، لهذا كان لابد من توح هذه الورشة ولابد أن تتجدد الجهود، حيث هذه الورشة استخلص منها عدة توصيات وبحوث قدموها قضاء. كنا أنا منسق الحملة الورشة العمل، تم التنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بإخراج توصيات على أرض الواقع. التوصيات هذه تقدم لإدارة أمن عدن ممثلة باللواء مطهر شعبي وكذلك المجلس الانتقالي، بحيث أن تكون العمل هذا عمل ميداني وليس كباقة الورش. الورشة تستمر يومين وتهدف في جوهرها إلى تأسيس شراكة فاعلة بين الجهات الأمنية والضبط والأجهزة الأخرى المعنية وكذلك الجانب القضائي، وذلك للارتقاء بمستوى العمل بكفاءة واقتدار. وهذه الورشة تأتي امتدادا لليوم العالمي لمكافحة المخدرات. صالح نش، الغد المشرق، عدن. والآن ننتقل لأخبار الرياضة. أعلن نادي غلطة سراي التركي تعاقده مع الجناح الإفواري ويلفورد زاها قادما من كريستال بالاس الإنجليزي، ويمتلك زاها مسيرة رائعة مع فريق كريستال بالاس الإنجليزي، وخاض معه في الموسم الماضي 28 مباراة سجل خلالها 7 أهداف ومنح 3 تمريرات حاسمة. أكدت تقارير صحفية استقرار حالة بروني النجل الأكبر لنجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال التمارين مع فريق جامعة ساوث كارولينا. ونقلت وسائل الإعلام عن عائلة جيمس قولها إن بروني جيمس أصيب بسكتة قلبية، وتمكن الطاقم الطبي من علاج بروني ونقله إلى المستشفى، وهو الآن في حالة مستقرة ولم يعد في وحدة العناية المركزة. أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر إخماد جميع حرائق الغابات التي اندلعت في 7 ولايات، وأكد الدفاع المدني الجزائري أن عمليات الحراسة متواصلة تفاديا لاشتعال الحرائق مجددا. وتسببت هذه الحرائق في وفاة 34 شخصا بينهم 10 عسكريين وإصابة العشرات إلى جانب خسائر مادية كبيرة. نهاية النشرة تذكيرا بالعناوين. العليمي يدعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي والأخيرة تصعد عسكريا على الأرض. بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية، المجلس الانتقالي في أبين يدعو أبناء مودية والمحفد لمساندة سهام الشرق. ومنظمة الهجرة الدولية تقول إن أكثر من 23 ألف يمني نزحوا داخليا منذ بداية العام الحالي.